إذا قررت استطلاع الرأي بين جماهير الزمالك حول الرجل الأنسب لتولي منصب المدير الفني، لكانت كل الأصوات لصالح فيريرا. البرتغالي المخضرم البروفيسور هو رجل ارتبطت به الجماهير قبل سنوات، يمتلك علاقة خاصة مع الجماهير البيضاء، يعتبره الكثيرون المدير الفني الذي أعاد الفارس لطريق البطولات، وما زال الجمهور يحتفظ بالكثير من الذكريات. هو صاحب الثنائية، فاز بالدوري والكأس في موسم استثنائي بدأ فيه مرحلة البناء وأنهى الموسم وجماهير الزمالك سعداء، فرحتهم وصلت لحدود السماء. بعد طول انتظار الزمالك يعود لطريق الانتصار في موسمه الأول، تفوق على الجميع. في موسم 2014-2015 حصد الدوري بعد أن وصل للنقطة 87 ليستمر التفوق على مستوى البطولة المحلية، فحصد لقب الكأس بعدما تغلب على الأهلي في النهائي في مباراة كان بطلها الأول فيريرا وباسم مرسي صاحب هدفي التتويج. عودة فيريرا كانت وستظل مطلب الجماهير الأول بعد أن عاشت معه الجماهير أسعد اللحظات في انتظار لحظات أسعد في كل البطولات.